الصحافة المصرية بخير، فهي أحسن الصحافات العربية. القاهرة عاصمة مصر هوليوود الشرق. كلام كبير جدا، كلام كبير جدا. مع شيخ الحارة. جريئة قوية وعنيدة، بدايتها وظيفة كانت فيها وحيدة، الأفلام الوثائقية كانت سر النجاح، ولما القراصنة خطفوها اتفتح باب الشهرة بمفتاح. على حلقتها كانت بتداري وتخبي، دورت وسط الناس على الغلط، وأول النجومية كان المستخبي. ضفتي الإعلامية منى عراقي. اهلا وسهلا، ازي صحتك؟ احنا بنصور على فكره. طب ما احنا هنعرف. انت جيتي غلط بالحاجات دي؟ لا لا لا، انا قصدي بس انا عارفه اللي هيحصل فيا، فانا جاهزه. ده ايه؟ هقول لك، سيبيها مفاجاه. متاكده؟ لا انا حاسه ان انا هحتاجه. طب اتفضلي. يلا اتفضلي. موضوع الاغتصاب موضوع وجع ما يحسش بيه غير صاحبه، اللي قعدوا اعترضوا عليا ان انا اهنتهم، عمر ما حد عمرهم ما جربوا تجربة ان حد اجتاحهم بالقوة بالغصب. هو مجربش الاحساس ده، بس هو مش عارف ان المغتصب ده شخص يقدر يهدد امانه وامان ولاده وامان مراته وامان اخته وامان بنته في اي لحظة. في سنة 2013 كان في محافظ قرآن اغتصب اطفال في مدينة نصر. في سنة 2012 كان في نفس القضية، محفظ قرآن اغتصب أطفال برضه. لما تدخلي بيتك محفظ قرآن ويغتصب، عايزة إيه أكتر من كده تحسي فيه بعدم أمان؟ موضوع الاغتصاب موضوع وجع أنا شخصيا بعيشه بشكل شخصي. ليه؟ في هاشتاج عالمي اسمه ميتو، تعرفي حاجة عنه؟ ميتو ده عليه اعترافات من ناس تم اغتصابهم، منهم ناس شهيره جدا زي جين فوندا وليدي جاجا واوبرا وينفري، مشاهير كتير، ومنى عراقي. قالوا انك كشفتي الواقعه دي بعد السنين دي كلها لانك كنت عايزه تكسبي تعاطف الناس. تعليق. لو تابعتي حلقاتي خصوصا حلقات الاغتصاب هتلاقيني بسرب الاعتراف في كل حلقه، جمله معينه كل حلقه، كاني بحط نقط كده لو وصلتيهم ببعض تقولك الحقيقه. وانا شغلي اصلا توثيق، فانا بوثق حياتي زي ما بوثق شغل الناس بالظبط. كانش في اعتراض مباشر وصريح، والناس مش هتفهم الرموز. في اول جمله في اخر حلقه ليا اللي توقفت بعدها قلت كده، مين ما تعرضش للاغتصاب في حياته ولو مرة؟ مين ما اتغصبش على حاجة ولو مرة؟ والاغتصاب مش بس جنسي. طب الأراضي يعني بيتم اغتصابها، الأفكار بيتم اغتصابها. سؤال. ما كنتيش عايزة تكسبي التعاطف بعد ما وقفتي؟ بعد ما أولاً أنا ما كنتش ساعتها وقفت، ساعة الانترفيو ده أنا ما كنتش وقفت. بدأت كانت الأزمة وقتها صح؟ الأزمة كلها بيني وبين قناة المحور، ما كانش فيه أزمة بره القناة. طيب. يبقى تعاطف إيه اللي كسبه؟ وانتشرت والناس عرفتها وطلعت بره المحطة، والفيديو بقى فيه كلام كتير بسبب الأزمة. في كل الأحوال لما كان الكلام ده هيطلع كان هيتقال كلمة مضادة، يعني منى وهي على الهوا لو كانت طلع الكلام ده هتقول عايزة مشاهدة، الناس هتقول عايزة مشاهدة أكتر. منى بعد سنة الناس هتقول لا ده ترندها أقل فهي عايزة ترند أعلى، منى اتنقلت من محطة لمحطة لا ده منى عايزة. في كل وقت هتلاقي ناس ضدك، في كل وقت هتلاقي سوء تفسير. أنت نفسك عانيتي من ده، كم مرة عملتي حلقات كان قصدك بيها حاجات كويسة والناس طلعت هاري عظيم عليكي؟ حلقة عالم إسرائيل، حلقة الزار، حلقة القبر، كاهن عبدة الشيطان، مش كان قصدك حاجة كويسة؟ يعني انت مع فكره ان اللي تغتصب تقول؟ طبعا.
طبعا. في أي سن؟ طبعا. جزاءها يعني ده غلطها هي ولا هي ضحية؟ حتى وانت عارفة نظرة المجتمع بتبقى ليها عاملة ازاي؟ بالعكس، وان ده ممكن يكون يعني عكس عليها سلبا مش ايجابا ابدا. بسمة، انت كتبتي مقال في البوابة تحت عنوان نون النسوة، كتبتيه باني مش هلاقي حد حاجة اتكلم عليها افضل من تاريخ الستات في التنوير، صح؟ طب دورنا احنا كاعلاميين، انت لما بيجيلك واحدة تم اغتصابها انت مش تبقى عايزاها تتكلم؟ طبعا. ليه؟ علشان ننور الناس. طيب يبقى دورك انت على الاقل. ستي وضعك مختلف. انت اختلف ايه؟ ده في برنامجك، انت ليكي جمهورك الكبير. في اول جمله وصدمتيه، في اول جمله في الحلقه قبل ما توقف، يعني انا كنت على الهوا على الهوا وقلت كده، مين ما تمش اغتصابه لو مره؟ انا نفسي اتعرضت للاغصاب، لان انا اتغصبت على حاجات كتير. كلنا تعرضنا للاغتصاب او الاغصاب، كلنا، مفيش حد ما تعرضش للاغتصاب او الاغصاب مره واحده على الاقل في حياته. استفدتي من الاعتراف اللي اعترفتيه ده؟ طيب جدا. حصل تعاطف؟ لا، الهدف على فكره ما كانش التعاطف. طب ارتحتي نفسيا؟ ده نمره واحد. عالجتي نفسك؟ ده نمره واحد، ده نمره واحد. طيب نمره اتنين، استفدتي ايه كمان؟ الازمات مفيده لانها بتعمل غربال حقيقي للي معاكي بجد واللي ضدك. فبسرعه الناس اتفلترت، بسرعه الناس اتفلترت، وناس ما كنتش اتخيلها لقيتهم فجاه ضدي، منهم ناس من عيلتي. طيب خلينا نبدا. يلا فنان. اول فقره معانا اسمها قالوا عنك. قالوا عنك. جاهزه؟ اتمنى. قبل الفيديو اللي هنشوفه مع بعض ده، انا بجد عايز اسالك، انا افتكرتك انك انت يعني مش عارفه ان احنا بنصور، ايه الخوذة والعالم اللي معاكي ده؟ انا بصراحه لما انت ليه حطاهم جنبك؟ انا مخبياهم. مخبياهم ليه؟ عشان يبقوا جاهزين اطلع ليه؟ يعني انا لما قالوا لي ان انت ان انا هبقى ضيفه هنا، فانا كنت عارفه ان انا هيتم يعني بهدلتي، فانا قلت اجي مستعده. بالعكس، لا يحصل قصف جبهة ولا حاجة، البس الخوذة خالص. وبعدين عندك حاجة تخافي منها أصلا يا منى؟ طبعا، مفيش حد ما عندوش حاجة يخاف منها أو عليها. زي إيه؟ ولا بلاش نقول. ليه؟ ولا بلاش تقولي وأخليلك شيخ الحارة يقول. والله اللي تشوفيه، أنا جاية مسلمة ومعايا العلم. مش عارفة هنشوف يعني هتبقي مبسوطة ولا هتندمي بعد الحوار. ربنا يستر. ربنا يستر. والله خايفة حقيقي. نشوف الفيديو مع بعض. تمام، يلا بينا. الرجالة تقدري تاخدي عينيهم بكلام زي انت اجمد واحد في الكون، انت في عينيا كل رجالة العالم، انت سوبرمان حياتي، عشان عدتني الشارع يموتوا في النفخ. تقدري تاخدي عينيه وفوقيهم حواجبه هدية لو نعرتي فيه، حتى لو بتكذبي وهو عارف انك بتكذبي، بس يحس بقيمته. فما بالكم لو الراجل من دول واخد بالجزمة، مقهور في البيت، في الشارع، في الشغل، وحتى بينه وبين مراته في سريره في أوضة نومه، يبقى غريزته اللي هي احتياجه الأول هتسيطر عليه ويخرج يهتك عرض أي حاجة تقابله، إن شاء الله ماسورة الغسالة، عشان يثبت لنفسه أنه يا حول الله راجل. بعد الفيديو ده قالوا عنك انت، عنك انت. انا عارفه ان بسمه وهبي عندك انت نضاره زي دي، نزلت لفيت عليها الشوارع لغايه ما قالوا عنك انك عندك عقده من الرجاله، قالوا ان انت بتكرهي الرجاله كلهم، وسبب عقدتك هو اللي خلاكي تطلعي الكلام المستفز ده. رايك ايه يا منى؟ منى نعم. ما تبوظيش الحلقه. لا مش هبوظ. اتفضلي جاوبي. طيب انت سالتي السؤال اللي انا عايزه اساله، اتفضلي حضرتك جاوبي. يعني انا تمام؟ ايوه انت شطوره بس جاوبي بقى. قالوا عنك انك معقده وبتكرهي الرجاله، ليه ولا غلط ولا صح؟ وهتقولي ليه. يلا. اولا انا لا معقده ولا بكره الرجاله، بدليل ان انا اتجوزت وخلفت، انا ما عنديش مشكله مع الرجاله على فكره. ليه الشرط؟ ممكن تكون واحدة بتكره الرجالة مؤخرا،
ما اتولدتش وهي بتكرهه. ليه؟ ده انا لسه متقدم لي واحد امبارح والله. برضه معلش مبروك مقدما. انا فرصه بقى ميك اب وبتاع هخرج. مبروك مقدما. مش عارف. جاوب يا منى. لا ما عنديش اي عقده. على طب ايه مشكلتك مع الرجاله؟ الفيديو ده ايه؟ اشرحي لي. لانه بص الفيديو ده الكلام اللي بتقوليه ده سيكولوجيا حد موجوع، حد بيعاني، حد متألم من تجربة شخصية مع جنس الرجالة. بالعربي حد مقهور. طريقتك كان فيها غل وألم واستفزاز. تنكري ان كل ده كان موجود في الكلام اللي انت قلتيه؟ لا ما انكرش. انا شخصيا مش راضي عن اسلوبي في الحلقه دي. يعني انا كنت مستفزه ومستفزه. انا يعني بعد شويه بعد ما هديت ما كنتش راضي عن اسلوبي. يعني بتعترف انك كنت مستفزه؟ كنت مستفزه. عندك الشجاعه تعتذري؟ انا مش بعتذر للرجاله. انا مش بعتذر ابدا عن المضمون. لكن انا اقدر اصالحهم على الاسلوب. هتصلحيهم ازاي؟ طيب عملي، نحن رجال افعال. طب تقولي لهم نفس الكلام ازاي في اول حلقه ليا ان شاء الله في الرجوع؟ وانت مبتسمه يعني هتقوليه وانت مبتسمه؟ عايزه نعمل ايه؟ طيب احنا بنتكلم في المضمون. ماشي. الكلام اللي انت قلتيه في منتهى الخطوره. علميا ما فيهوش غلطه، قانونيا ما فيهوش غلطه، اعلاميا ما فيهوش غلطه، لكن مش كل الحاجات ينفع تتقال بكل الاسلوب على التلفزيون. انت قلتيها اهو. مش كل الكلام ينفع يتقال. كل الكلام ينفع يتقال لكن كل حاجه كده مش على التلفزيون. اللي انا قلته ده مكتوب في كتب الرجاله كتبوه، منهم مثلا ايهاب معوض في كتاب كتالوج الراجل، ده مكتوب بالنص. وبعدين مين من الستات ما بيعانيش من قهر واغتصاب؟ في ستات عندنا في مصر دلوقتي واحنا بنتكلم بيضطروا يتجوزوا ولاد عمهم عشان دي تقاليد في الصعيد مثلا. في ستات في العرب بيضطروا يتجوزوا بقرار من الاهل، بس هي لازم تتجوز. ده ايه علاقه ده يا منى بالكلام اللي قلتيه في الفيديو؟ الكلام اللي انا قلته علمي ومثبت، ما فيهوش غلطه قانونيه ولا اعلاميه. هو الاسلوب. طريقتك كانت علميه. ما طيب ما احنا قلنا الاسلوب هو اللي انا مش موافقه عليه. انا زيك مش موافقه بس عليه. وصلنا لنقطه ده ملوش دعوه بالمضمون مع بعض. ماشي. طب انت عندك ولاد عمرهم قد ايه؟ زياد عنده 22 سنه وعمر عنده 20 سنه. تتفرجوا على الفيديو ده؟ طبعا. عندك الشجاعه انك تقولي رد فعلهم كان ايه؟ رأيهم كان ايه؟ تقدري تقوليها؟ طبعا. هم زي كل الناس قالوا لي ليه محتده؟ ليه باين ان انت مستفزه؟ جاوبتي ولادك قلت لهم ايه؟ الحلقه كلها واعتبريها اجابه للرجاله اللي زعلوا منك. يلا. الاجابه كانت الحلقه كلها كان عن الاغتصاب. اغتصاب 3 اطفال في 3 مدن مختلفه في نفس الشهر. انا عشت الحالات دي بنفسي. انا نزلت صورت معاهم، منهم ولد جبت له حقه، كان باباه هو اللي محبوس والابن ما تعرضش على الطب الشرعي وكان حقه ضايع. لفينا مع الولد لغايه ما لقينا دكتور يقدر يشهد ان الولد حصل له كده فعلا، ورحنا بيه لنيابه الطفل، جبت له محاميين، طلعنا ابوه من الاسم، اتعمل عرض للسته اللي اغتصبوه. هم اللي اغتصبوه سته، اغتصبوه سته، الولد عنده 8 سنين. منى عايز تقولي لي ان ده مبرر يعني؟ أنا بقولك الحقيقة. يعني الحالة كانت مسيطرة عليكي؟ نقدر نقول كده؟ الحالة اللي انت عشتيها دي كانت مسيطرة عليكي اللي انت عشتيها معاهم؟ ما أقدرش أنكر إن البني آدم مننا خصوصا لما كنت متأثرة. طبعا جدا. يعني ممكن نعتبر ده السبب؟ ولا مش نعتبر، هو ده السبب في المطلق ومش هيتغير. ده سبب حدتك اللي شفناها في الفيديو؟ لا لا لا، المضمون أنا مش ندمان عليه وما فيهوش أي تغيير. أنا أكيد لو عملت الحلقة دي تاني بنفس مضمونها أكيد أسلوبها هيبقى مختلف. أسلوبك يا منى خسرك القضية اللي أنت كنت رايحة تدافع عنها. تفتكري؟ صح ولا غلط؟ لا. وهقولك ليه. طب أنا هقولك ليه؟ الناس ما ركزتش مع الحالات دي، دول ركزوا مع طريقك. طب أنا هقولك ليه؟ اتفضلي. الشهر اللي فات مدرس عربي ودين اغتصب طفلة عندها 9 سنين
في مدينة صغيرة تبع المنوفية. الأب راح اشتكى المدرس في مديرية التربية والتعليم التابعة ليها المدرسة. المدرس ده راح دفع 30,000 جنيه للأب. سحب الشكوى والموضوع هدي. شباب القرية اللي هم الرجالة اللي بجد بقى ما وافقوش إن مدرس زي ده يفضل مستمر شغله في المدرسة. كلموني قالوا لي تعالي، وكنت موقوفة ساعتها. اتجمعوا كل الشباب قدام المدرسة، مدرسة ابتدائي حكومة. أنا لا معايا كاميرا قناة ولا معايا كرو، أنا رايحة لوحدي بموبايلي. اتجمعوا كلهم قالوا لي افتحي موبايلك واطلعي لايف على صفحتك. الكلام ده بعد وقفي. عملت كده، فتحت موبايلي وطلعت لايف على صفحتي، وكلهم قالوا احنا مش هنقبل مدرس عربي ودين يغتصب طفلة، يعني ممكن دي الواقعة دي تتكرر، ويدفع فلوس للأب والأب خايف، لكن احنا مش هنسكت. رجالة بجد. منى، يعني نهاية الإجابة عن الفيديو ده انك بتعتذري عن الأسلوب لكن مش بتعتذري عن المضمون. طبعا. شكرا. نشوف الفيديو اللي بعده. نشوف اللي بعده. تمام عندك محاضر عليك محاضر وفلوس عندك بالرز معروف. قول صح صح جدا صح جدا. بس اصلا حاجه تساعدني ان انت تحط 2 مليون على دماغي، يعني تحط 2 مليون مقابل راسي، دي حاجه تساعدني جدا. صح، وساعتها نصور بقى فيلم الكيف وتخليني مدمنه بقى وابوس ايدك علشان الشمه وبتاع. قالوا عنك ان المكالمة دي فبركة. تعليق. المكالمة دي بصوت ابو عمار، اكبر تاجر هيروين في منطقة السحر والجمال. التاجر ده، المنطقة دي معروف ان هي منطقة خطيرة جدا، واي حد له علاقة بالمخدرات، السحر والجمال علامة في الهيروين في مصر. الحقيقة ليها صوت طبعا، بتبان، ده حقيقي. لو أنا شغلي مفبرك، أنا ما كانش هيبقى ليا وجود لغاية دلوقتي وأنا موقوفة. أنا بشتغل وأنا موقوفة، أنا بصور عادي جدا وبنتج حلقاتي عادي جدا، والمصادر بتثق فيا وبتكلمني وبتجيبني. تصوري لمين؟ أنا الوحيدة تقريبا في الإعلاميين اللي بتشتغل مش عشان التلفزيون. أنا بشتغل لأني يعني بحب الشغل ده. أنا بلت إن ربنا بحب شغلنا، ربنا خلقني محقق، فأنا بشتغل وما زلت بشتغل. وأنا قبل كلنا التلفزيون، كلنا قريبين للمحققين. قبل التلفزيون يعني أو قبل ما أعمل برنامج، أنا طول عمري مخرجة وبعمل تحقيقات وبعملها أفلام. فلا شغلي في التلفزيون أو كمذيعة كان هو السبب في إن أشتغل، ولا هيوقفني عن الشغل. ما زالت مصادري بتثق فيا ولسه بشتغل. المكالمة دي كانت نتيجتها إن أنا رحت عملت محضر رسمي في اسم مصر القديمة اللي أنا تابعة له، وقالوا لي على من أمنك أمنيا، لأن المكالمة حقيقية، إحنا بننصحك تسيبي مصر وتسافري. قلت لهم حاضر، وسافرت فعلا، رحت باريس ورجعت بعديها بشوية. رجعت لقيتهم قابضين على أبو عمار. ولو قارنتي صوت الراجل ده في التسجيل وصوته في حلقة السحر والجمال، هتلاقيه هو هو. ثم إن إيه اللي يخليني أفبرك مكالمة زي دي؟ شهرة؟ عندي حاجات تانية الناس تقولها عني أكتر من كده. إيه اللي يخليني أفبركها؟ إيه اللي يخليني أعرض اسم كفحت عشانه بدمي؟ حافظ المرازي بيقول عليا دي بتعمل صحافة استشهادية، بتحط روحها على كفاها وبتقول اللهم إني رايحة مش راجعة. إيه اللي يخليني أفبرك حاجة تافهة كده؟ دي تافهة قوي ان انا فبركة. طب خلاص افبرك حاجة ليها قيمة.
ردك وصل للناس ووصلني أنا شخصياً، اقتنعت بيه على فكرة. طيب عموماً فقرتنا الأولى خلصت، وبعد الفاصل أسرارك عند شيخ الحارة. في الفقرة دي نجوميتك مش أمارة، وكل أسرارك عند شيخ الحارة. مع شيخ الحارة. ازيك يا شيخ الحارة؟ زيك، أخبارك إيه؟ وحشني. أنت اللي وحشاني. أخبارك إيه يا شيخ الحارة؟ الحمد لله في نعمة كبيرة. معايا ضيفة. عارفها. عارف عنها كل حاجة ولا شوية؟ كل حاجة، من أول وهي صغيرة، أفكارها المتطرفة والعلقة اللي أبوها ضربها لها، عارفاها ولا مش عارفاها؟ علقت إيه اللي ضربتيها؟ بيقول أفكارك المتطرفة واتضربتي علقة وانتي صغيرة؟ ما كل الناس اتضربت يا شيخ الحارة وهي صغيرة، إيه الجديد يعني؟ لا، دي اتضربت عشان بتتكلم في الدين وهي لسه عيلها 12 سنة. ده حقيقي الكلام ده؟ بجد؟ لا احكي لنا بقى، ولا يحكي هو، هتقولي ولا يقول؟ لا اقول انا. قولي. بابايا كان بيدرس دكتوراه في علم اللاهوت، اصل اصول الاديان، وكان بيتناقش معايا من وانا صغيره، وكنت حضرت انا الرساله دي وهو بيحضرها وبيقرا معايا. فكانت النتيجه ان بعد المناقشه قلت له: بابا انا عايزه اختار ديانتي بنفسي، مش عشان انتوا الاثنين مسلمين اطلع انا مسلمه. يعني كنت عايزه تختاري ما بين الاسلام والمسيحيه؟ لا، كنت عايزه اختار بقى، ما حدش يفرض عليا ديانات، انا اقرا وانا اقرر. وانت 12 سنه، انت من وانت عندك 12 سنه عامله مشاكل. طب لما انا اختار او الاقي طريق ربنا بنفسي، ولا اتولد مسلمه بالبطاقه اوقع، انهي انت تبقي مؤمنه بي يقينا اكتر؟ انت شايفه ايه؟ ربنا قال فكروا، وانا لقيت ربنا بعقلي الواعي. وفعلا تجردتي من الديانات وبعدين اتجهتي للطريق الصحيح؟ فضلت ابحث بقى واقرا وكده كتير لغايه ما لقيت ربنا. يعني وامنت بقناعه، بيقين. انا امنت بوجود ربنا بيقين. ونعم بالله. كنت تستاهلي العلقه دي؟ لا لا والله لا. وكانت اول مره ابويا يصالحني بعد ما قلت له انا بقيت مسلمه باراده، يعني انا اخترت. بس انت يا شيخ الحاره قرد، ايه ده الموضوع ده يتجاب ازاي ده؟ عندك ايه تاني يا شيخ؟ عندي كتير. انت عماله تقول لها بتكره الرجاله، اللي بتكره الرجاله دي متجوزه خمسه ايه؟ اتجوزت 5 مرات. انت هتخلي الضيفه تمشي. يعني انا اخبي على ولادي وما يعرفوش، تيجوا انتوا تقولوها هنا وبرنامج وفي رمضان؟ بصي احنا حاشا لله، حد بيشوفنا دلوقتي؟ احنا حاشا لله. لا احنا عايزين نفضح، لا ولا نسيح، لا لا ولا نقول اسرار احنا يعني أبداً. ما ينفعش نتدخل فيها ولا اي حاجه. رأيك نشف يعني؟ انا عايز خرطوم ميه يعني. رأيك نشف؟ كملي، كان عندي حق اقلق. ايه حكايه الخمس جوازات دي بقى؟ بجد اتجوزتي 5 مرات؟ 4 عرفي و1 رسمي. عرفت اني ما عنديش عقده من الرجاله؟ خالص. ده مش عقده، ده ولا طبيعي. ده انت امتالي يعني محبه كتيره لزهره وازواجها الخمس. فعلا بجد؟ 4 عرفي و1 رسمي؟ خلينا نعدي الموضوع ده. 4 فول و3 طعميه؟
عادي يا بسمة نعديها دي. عديها أرجوك. لا أنا بحترم في كده يعني، أنا بحترم الخصوصية طبعا يعني، بس احنا انت كده بتحترم الخصوصية جدا على فكرة، وأنا هقفل على إنه أربعة عرفي وواحد رسمي وبس يا جماعة، مش هنتكلم مع منى عراقي أكتر من كده بالتفاصيل، خلاص ما ينفعش يا شيخ الحارة عيب. كفاية أنت قلت أربعة عرفي وواحد رسمي، في إيه تاني؟ لا يلا في اللي بعده. بره الاستوديو ما عرفوش، نخرج أنا وأنت نقول لهم ونرجع. مش عارف. ما تقولش أسماء بقى يا شيخ الحارة. أقول بس اسمين ولا حاجة. إيه؟ أقول اسمين ولا حاجة لو عايز. لا 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 عيب بقى، عيب عيب يا شيخ الحارة عيب. عندك حاجة تاني؟ اوه اللي عاملة قلبها جامد دي وما بتخافش حبيبها كتير. الحلقة بتاعت الأثار قعدت أسبوعين مركونة في الأوضة مزنوقة خايفة تطلع من البيت بسبب حلقة الأثار. عاملة ليه؟ أقول ولا تقول أنتِ؟ وعاملة ليه جدع؟ قصده أنتِ ولا أنا؟ تتكلمي مع رئيس العصابة بيقولك أنت؟ آه بعد حلقة الأثار قعدتي فعلا محبوسة في أوضة وخايفة؟ لا بعد الحلقة أنا فضلت أسبوعين في أوضة نومي في كورنر كده في الأوضة على بجد؟ الأرض ضم رجلي عليا بعيط بس، لا بخرج ولا بتحرك ولا بعمل أي حاجة غير بعيط بس. آه والله. ليه بقى؟ دفنت بالحياة. إزاي يعني؟ احكي لنا بقى. أنا علشان أصور ست مومياوات في ست توابيت جوه الجبل، الممر ما بيبقاش سالك طويل كده، هو بيبقى ملفلف جوه الجبل. فخدني الدليل جوه وتفاصيل كتير قوي. انت احنا عندنا وقت احكي؟ لا بصي انا عايز اسالك على حاجه منى، انا حاسه انت بتحبي شغلك قوي وبتحبي في شغلك انك تغمري وتخشي في مناطق شائكه، مناطق محدش بيدخلها، وانا برفع لك القبعه بجد، بس ده ما بيسببلكيش مشاكل بتدفعي ثمنها؟ طبعا. بيتك وولادك؟ طبعا طبعا، كل حاجه في الدنيا ليها فاتوره. انت عايزه توصلي للحقيقه للدرجه دي؟ نعم يا شيخ. عايز ايه شيخ الحارة؟ عايز يقول ده بتوع الكارته ضربوها علقه. اقول على العلقه اللي ضربتيها من بتوع الكارته؟ مين اللي ضربك؟ بصي ثانيه واحده يا شيخ الحارة، ثانيه واحده. انا هقول والله انا هقول. بص يا بسمة، انا ضربت على الايدين. سيبك من بتاعت وانا صغيره دي مش مشكله خالص. تمام هنعديها. ده بابا مننا وعلينا. مننا وعلينا جدا. تمام. مفيش ازمه. التانية. اه صحيح عيني الشمال لغايه دلوقتي ما بشوفش بيها، لكن ده ابويا ومش مشكله. الاثنين كان حلقه جيت اصور بتوع الكارته في موقف الدقي، بتوع الميكروباصات اللي انا بدافع عنهم هم اللي زبطونا كلنا. كنت لابسه جاكيت بيج ما عنديش غيره، والله العظيم ما عندي غيره، اتقطع. انا مش صعبان عليا العلقه، انا اتضايقت جدا عشان الجاكيت. عشان الجاكيت اللي صعب عليك. العلقه الثانيه الجاكيت هو اللي خد العلقه، اتقطع بقى وراح السوسته باظت. العلقه الثانيه بعد حلقه الكاتشب دي كانت علقه، دي كانت علقه رادعه. كان متوصي عليك يا جدا رادعه. وانت اتراضعتي؟ انت كملتي يا منى، انت لا ترضعي. ها يا شيخ الحارة عندك ايه تاني؟ شغلها اثر عليها وعلى بيتها حتى على الولاد. ابنك سقط ليه في الثانويه العامه؟ مهمله في حقهم؟ كل حاجة ليها تمن. وانتي بتدفعي التمن ولادك؟ جزء من التمن. ليه متعورة؟ ليه في جرح؟ فين؟ لما جبت سيرة ولادك. عشان هما نقطة ضعفنا. انتي مش أضعف حاجة في حياتك هي ولادك؟ أي منى بس انتي اتوجعتي قوي. أنا شايفة يعني واحدة مدبوحة. أول ما جبنا سيرة ابنك عينيكي كلها دموع. هو أنت فاكر نفسك لوحدك أنت اللي مخرجة ومذيعة شاطرة بتشتغل بالسيكولوجية؟ أنا مفيش حاجة في حياتي. دموعك أنت حبسة دموعك. أنا مفيش حاجة بتوجعني في حياتي غير ولادي بس، ولادي بس.
ويمكن انا فرحانه ان انا واقفه الوقت ده علشان اقعد معاه للنهار واكفر عن غلطتي وموقفه اي كلام في اي شغل في اي عروض لغايه ما هو يخلص. ليه؟ خايف. من ايه؟ خايف عليه، بديله حقه. حاسه بالذنب؟ انت السبب؟ انا ممكن اكون جزء. مش عايزه تنتهزيها فرصه وتقولي حاجه، تقولي له حاجه واحنا في رمضان وانتي مضحيه عشانه وانتي بتحبيه قوي كل الحب ده. انا مؤمنه قوي بيه، مؤمنه جدا بيه، مؤمنه بيهم هما الاثنين زي ما هما الاثنين مؤمنين بيا. انا مؤمنه بيهم، احنا الثلاثه عايشنا قصه ما تتكررش مرتين. انا اترميت انا ولادي الاثنين في الشارع، وسبع سنين عايشنا على البلاط سجاده ومخده. زمايلي هنا في القاهره والناس شافوا الايام دي معايا، مش كلام للتعاطف زي ما الناس ممكن تقول، زمايلي هنا شافوا ده. كنت عايشه ليترلي على سجاده ومخده سبع سنين انا وهما. احنا كلنا نقطه ضعفنا اولادنا. تفتكر انا كنت بتجوز عرفي ليه؟ انا كنتش اقدر اعرف ولادي، كان اهلي يعرفوا واصحابي يعرفوا وكل الدنيا تعرف الا هما. دلوقتي كبروا يقدروا يعرفوا. كفايه بقى كده يا شيخ الحاره، نطلع فاصل. طلعونا فاصل، بعد الفاصل ضرب نار. الفقره دي ضرب نار، واول حاجه فيها لو كنت. لو كنت. جاهزة يا منى؟ نبدأ؟ لو كنت مسؤولة عن شارة البث الفضائي، إيه القناة اللي تقفليها فوراً؟ فوراً؟ قناة كرتون، مش عايزة أقول اسمها. ليه؟ ما عليهاش رقابة على أفلام الكرتون اللي بيشوفها الأطفال. تمام. لو كنت المسؤولة عن الإعلام في مصر، تقولي لمذيع مين كفاية كده أقعد بقى في بيتكم؟ بالاسم؟ مش هقدر اقول بالاسم. هقول لك عروستي، قربينا من الشخصيه. واحده ولا واحد؟ حد بيرتكب جرائم اعلاميه وقانونيه بس في حق الكل. انت عارفين كويس. الاجمل بقى ان هو عارف نفسه او نفسها. عروستي حد ملوش دعوه بالسياسه. عروستي نفسي اعمل معاه او معاها انترفيو. عروستي بيني وبينها أو بينه قدر غريب. بمعنى؟ بيننا طفيرة كده. يعني انتي تشتغلي هي تقعد؟ أو هو؟ هو يقعد انتي اشتغلي، أو هي تشتغل أو تقعد. حقيقي ولا صناعي؟ فيك. في الخدمة ولا هولد؟ هولز. اللي بعده، لو كنت رئيس قناة كبيرة، مين أول مذيع تقولي له أو تقولي لها يلا فوراً اشتغلوا معانا؟ بسمة وهبي. انتي بترشيني من الصبح. أنا بشكرك. اسم كمان. بس مش هيجي للأسف. مين؟ مش هيجي. لا، إعلامي بحترمه جدا، بتابعه. اسمه مالك مكتبي.
أحمر بالخط العريض. صح. ده رائع. صح. ده رائع. لا يختلف عليه اتنين. بنبعت له تحية من هنا. لو رجع بيكي الزمن وبإيديكي يا منى تمسحي غلطة، إيه الغلطة اللي تمسحيها؟ في قناة رحتها أنا ندمان أن أنا رحتها. بالمناسبة أنا ما فيش قناة في مصر ما رحتهاش. اوعي تكون القاهرة والناس. دي القناة اللي أنا أتمنى أرجعها. ما كنت فيها. كنت فيها. ندمانة أنك مشيتي من القاهرة والناس؟ يمكن تسرعت. يعني ندمانة. وخلاص عرفت المحطة اللي تقصديها. على فكرة أنا اشتغلت في كل المحطات. وبتمشي بمشاكل، ليه يا منى؟ أنا أول مرة أمشي بمشكلة. عمري ما مشيت من مشكلة. ويوم ما مشيت من القاهرة والناس كنت أنا اللي ماشي. ليه بتتنقلي المحطات كتير؟ لا ما تنقلتش بين المحطات إلا كمذيعة، هم القاهرة والناس والمحور فقط. كنت في السي بي سي وكنت في ام بي سي وما كملتيش. تجارب لم تكتمل. مش مني، مش مني، مش بسببي، بسببهم هم. اللي بعده تمام. لو طلبت منك اختيار افضل 3 مقدمين برامج موجودين على الساحه دلوقتي، 1 مصريين، 1 لازم لازم. اوكي. انا بيعجبني انترو عمرو اديب. 2 بيعجبني حرفيه وصنعته في شغلته وائل ابراشي. 3 بسمه وهبي. بسمة أولا. دي رشوة. بسمة أولا محظوظة. برضو يا منى هتتقطعي في الأسئلة. ثانية واحدة، ثانية واحدة. اتفضلي. بسمة محظوظة جدا. أنا محظوظة؟ بيحبوها. آه طبعا أنا محظوظة. بسمة أنت وقعت بتاعة الفول القريبة دي ماشي، لو ما كانوش الصحفيين وقفوا معاكي كان بدل ما يبقى اسمك بسمة وهبي الإعلامية كان هيبقى العنصرية بتاعة الفول والطعمية. أنا اتظلمت ظلم في القصة دي. مين ما اتظلمش؟ كم مرة تعرضتي للظلم؟ برضو مش هرحمك. كملي. نعم. اللي بعده؟ فده. لو اتعرض عليكي وزارة تختاري وزارة ايه؟ وأول قرار هتاخدي ايه؟ لو في حاجة اسمها وزارة للرقابة هتبقى حاجة حلوة جداً إن أنا أكون مستشارة من برة بدون أجر فيها. رقابة في إيه بالظبط؟ الرقابة عموماً في مصر، الرقابة في مصر على كل معافية. حاجة؟ لا، الرقابة بمعنى يعني إدارة للجودة، إن أكلنا يكون سليم، مية تكون سليمة، الهواء يكون سليم. الرقابة على الأغذية والمشروبات بالزبط. والمنتجات؟ الرقابة على حياتنا. لو كان بإيديكي إنك تحكمي راجل واحد مين هو وهتحكمي عليه بإيه؟ لا ممكن نأجل السؤال ده أكون حضرت له؟ كان المفروض تقولوا لي. محتاج؟ آه محتاج. محتاج تحضير؟ آه فعلاً؟ آه والله. ولا محتاج شجاعة؟ لا لا تحضير. ولا رجالة كتير؟ من كترهم. بقول كتار قوي. ما ينفعش تختاري أكتر واحد؟ واحد في حد ريسنتلي ظلمني جدا مؤخرا. اه ظلمك جدا جدا. صاحب قناه مثلا 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 يعني. دي عروستي تاني؟ لا دي افلام بقى. صاحب محطه مثلا؟ لا مش هقدر اقول والله. بس مش قلت طيب. اتربيت. رد فعلك بان قوي على فكره. عامله نفسك جدعه وجامده بخلاف ركوبك السكوتر. ماله بقى السكوتر؟ لو كنت راجل نفسك تعملي ايه؟ انا كنت هعمل عمايل. زي ايه؟ يا خرابي. بسرعه ما تفكريش.
كنت هصور الرجاله بيعملوا بيبي في الشارع. انت على طول كده. هما بيعملوا بيبي في الشارع. ده انت اللي عايزه برنامج اسمه بالخط الاحمر. هما بيعملوا ليه بيبي في الشارع؟ لو كنت خلصت ودلوقتي الاجابه في صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ جاهزه؟ القصه مظبوطه بقى؟ اتظبطت وكله تمام تمام. يعني اللي حصل اللي فات ده كان له نتيجتين، ان شعري باظ والشراب اتقطع. نبدا؟ شويه رحمه، شويه رأفه. انت ايه؟ ما كنتيش ضيفه قبل كده؟ حرام، حسي باللي قاعد قدامك. بس يا منى خلاص، ولا البس لك النضاره؟ خلاص يا منى يلا. اه ها بصي في ورقتك. انا لولا ان مقاسك اصغر مني 10 نمر كنت دخلت لبست من لبسك. حرام. يلا يا منى خلاص. ما لاحظتيش اني لابسه نفس الطقم في كل الانترفيوهات؟ يلا يا منى. مش كده منى؟ اتفضل. يلا اتفضل. هتردي عليا بصح ولا غلط؟ مش عايزة تبريرات. منى عراقي باعت فريق عملها في قضية حلقة الهيروين الشهيرة، صح ولا غلط؟ طبعا لا. منى عراقي ما عندهاش عروض شغل في الفترة الحالية، صح ولا غلط؟ غلط. عندك يعني؟ عندي وماضي عقد. قناة المحور ضحت بمنى عراقي في قضية فيديو الرجالة، صح ولا غلط؟ ما انت كنتي ماشية كويس، وقفتي ليه؟ يلا. ضحى بيكي؟ أصل الإجابة طلعت على وشك أصلاً. الحقيقة إن أنا مش فاهمة لغاية دلوقتي إيه اللي حصل؟ أنا مش فاهمة إيه المشكلة؟ يعني الحلقة دي أنا لا عملت غلط قانوني ولا مهني. وما يسمى أو ما يدعى بنقابة الإعلام حققوا معايا وقالوا منى ترجع. ورحت المحكمة وطلعت براءة من قبل ما القضية تبتدي. إيه المشكلة؟ هو في إيه؟ الرجالة زعلوا مني؟ أصالح الرجالة. أنا ولادي رجالة، أبويا راجل، أخويا راجل. لو هما زعلانين من أسلوبي أصالحهم. بس المشكلة فين؟ أنا مش فاهمة إيه اللي حصل. ولو أنتِ فاهمة إيه اللي حصل فهميني. مش دكتورة بقى وبتاع. والله ما فاهمة. أقسم لك وحياة ولادي أنا ما فاهمة إيه اللي حصل. اللي بعده. منى عراقي اتضربت في صيدلية الهرم هي وفريق الإعداد خلال تصوير حلقة بيع الأدوية المستخدمة في صناعة المخدرات، صح ولا غلط؟ صح. كانت جامدة العلقة؟ أوي. خالص؟ ضربنا واتحبسنا جوه الصيدلية. حرمتي؟ بصي يعني لا طبعا. استدعاء منى عراقي في قضية ابتزاز رئيس أكاديمية الإعلام والتنمية تصفية حسابات، صح ولا غلط؟ ده موضوع تافه قوي. صح ولا غلط؟ تصفية حسابات؟ يمكن. يمكن صح. يعني صح؟ لا ما أقولش صح غير وأنا عندي دليل. بس يعني يمكن. يعني أنتِ ما ابتزتيش الراجل؟ هو أنا؟ هو لوحده كده قال إن أنتِ ابتزتيه؟ من أنتم؟ مين ده؟ مين ده؟ في نكرات كده بيعدوا في حياتك ذكرهم في حد ذاته يديلهم قيمة، من أنتم؟ لا شيء، سراب، دخان. حلو القذافي ستايل ده. اللي بعده؟ اتفضل. قناة المحور لم تكن تعلم بمحتوى حلقة الاغتصاب، صح ولا غلط؟ من غير تفكير وبسرعة. عندي ستايل ما بغيروش بقالي سنتين ونص على قناة المحور. اللي هو أخلص السكريبت ما بخرجش عنه حرف وأسلمه للقناة يتم مراجعته وينزل لي على الأوتو كيو. يعني خدوا السكريبت؟ سيبك من دي، هما ما بيقروش. ماشي ما بيقروش بس سلمتي؟ طبعا سلمتي. سيبك من دي. عادوا الحلقة ليه تاني يوم الجمعة؟ سيبك من دي. عادوها ليه تالت يوم التلات؟ سيبك من كل ده. سابوا اليوتيوب شغال ليه حتى بعد الأزمة؟ شكرا. شكرا. اللي بعده.
مبادرة نجدة المدمنين محاولة جديدة من منى عرائي للعودة للأضواء، صح ولا غلط؟ المبادرة كانت بعيدة عن الأضواء، والمبادرة دي ما هي إلا أنا بفرغ حاجتين. أولاً طول ما أنا شغالة وطول ما احنا كلنا شغالين بيبقى نفسك تعملي حاجات ما عندكيش وقت ليها، بتحس إن أنت مديونة للناس بحاجات في إيديكي تعمليها بس ما بتقدريش تعمليها. الحاجات اللي بقدر أعلن عنها بعلن عنها، والحاجات اللي ما ينفعش أعلن عنها بعملها عشان أرضي ضميري اللي واجعني 4 سنين من ساعة ما بقيت مذيع. أنا كل يوم وأنا بدخل مدينة الإنتاج الإعلامي وأشوف الناس الحالات حواليا قد إيه بيستنجدوا بينا، بحس إني مقصرة. هو أنا داخلة أعمل مجد واسم وشهرة واللي فاكره الناس فلوس؟ ده طبعا مش حاصل معايا أبدا. وبس أنا مديونة للناس دي اللي هم شايفيننا طوق نجاة ليهم. كنت كل يوم أروح بوجع، كل يوم أروح بوجع، قلت يا رب اديني فرصة أفرغ وجع ضميري ده، ففرصة وأنا واقفة أفرغ وجع الضمير، فاللي في إيدي أعمله. عندي أماكن عارضة تعالج الناس مجانا، وعندي ناس بتستنجد بينا كلنا، وإنتي عارفة ده عايزة تتعالج، طب ما نوصلهمش لبعض. بس فأعتبر ده ابتزاز. ابتزاز لمين؟ مدمنين متعاطين عايزين يخفوا، ابتزاز لمين؟ محاولة العودة للأضواء. طيب بص يا بس، ما أنا بص على فكرة، أنا لا يعنيني موضوع الأضواء، أنا يعنيني حاجة واحدة بس، اللي أنا عايزة أوصله أعوز أوصله سواء قدام الكاميرا أو ورا الكاميرا. منى يعني أنت مش متضايقة أنك قاعدة في البيت اليومين دول؟ طبعا متضايقة. طيب عشان كده أنا بحضر شغلي. لا أصل مش شرط على فكرة، أو عادي في البيت حاجة وشغلي حاجة تانية. لحظة واحدة، مش شرط إنه معنى الأضواء إنه لمبة تنور والكاميرا تدور هو ده اللي بتحبيه. الأضواء إنك أنت تنفذي اللي أنت بتعمليه من خلال الأضواء، وده ما يضرش. لا، قبل ما أكون مذيعة كنت مخرجة وبعمل البرامج دي أفلام. وإيه اللي خلاكي تبقي مذيعة إلا إذا كنت بتحبي الأضواء؟ اللي خلاني أكون مذيعة إن الأفلام عمرها ما بتجيب نتيجة. الفيلم حتى لو كسب أوسكار يفضل فيلم. طب ما تخرجي برنامج، ليه وقفتي قدام الكاميرا بدل ورا الكاميرا؟ بتحبي الأضواء؟ لا، إحنا نوع شغلنا اللي بيعمل الكونتنت ده محدش يعرف يقدمه غير اللي بيعمله بنفسه بإيده. لو أنت مخرجة شاطرة هتخلي المذيعة بتاعتك أو المذيع بتاعك أنا شاطر مش مؤمنة. ويقدم اللي أنت مؤمنة بيه. أنا مش مؤمنة إن المذيعة تبقى مبط يتقال لها ويتقال في ودنها في الإيربيس اللي هي بتقوله. المذيعة المذيعين اللي عندهم أحاسيس مليانين ولا غير مكتشفين، أحاسيس حاجة وتشتغلي على الأرض حاجة تانية. عديلي كده كم مذيع في مصر بينزل بنفسه يشتغل؟ لا بصي، انت بتقدمي نوع انا يعني شابو، انا بحييكي عليه. طب انا بنزل اشتغل على الارض وانا اللي حس وانا اللي اصور وانا اللي اكتب، ودي حد لا شاف ولا صور ولا قابل ازاي ينقل الاحساس؟ مستحيل. اللي بعده تمام. مش هتزعلي لو حاجه تزعل؟ هزعل طبعا. هو انا بلاستيك؟ لا مش بلاستيك، بس يعني ممكن تكوني مسترجله مثلا. هو ده السؤال على فكره. تفضل. مذيعة مسترجلة؟ أنا؟ آه. لو الجدعنة للرجالة بس يبقى أنا مسترجلة. يبقى غلط، وأنا معاكي إنه غلط عشان أنتي زي القمر بجد. اللي بعده؟ الستات أنجح من الرجالة في الشغل، صح ولا غلط؟ بسرعة. ده اعتراف عالمي طبعاً. صح. طيب ضرب النار خلص، الفقرة الجاية دبح بالسكين. الفقرة الجاية شنق بالحبل. الفقرة الجاية تفافة بقى، تف على بعض لما نغرق بعض. يا جماعة أنا مش عارفة أشتغل من منى العراق، مش عارفة أشتغل من معاك. أنا معاك. نطلع فاصل؟ ما فاضلش غير مطوة تغزيني بيها ونمشي. اتفضلي. بعد الفاصل أول مرة. البدايات ما بتتنسيش، والفقرة دي أول مرة. نبدأ؟ تفضل. أول مرة.
جاهزة يا منى؟ جاهزة. أول مرة تحبي كان عندك كم سنة؟ كنت ثانوية عامة. كان مين؟ جوري. كل الناس بتحب يعني اصبر جوزي اللي بتلاقيه في وشك ده خد كمية حب من بنت الجيران. ما هتروحي فين تحبي؟ على رأيك يا ما لا بتخرجي ولا بتسهري ولا بتاع. وشيخ الحارة قال لنا معلومة كده على فكرة انه كان الأول في الثانوية العامة. كنت أنا وهو ثانوية عامة. هو ساكن آخر دور وأنا ساكنة في التالت. القصة باظت منين بقى؟ منين بقى؟ هو طلع أول الأوائل. وأنا معرفش أدخل هندسة. يعني هو كان موس زي ما بيقولوا في المذاكرة. مع إنه ما كانش يبان عليه خالص. وإنتي بقى ال طيب. أول مرة تخرجي من ورا أهلك عشان تقابلي حبيب القلب. ما كناش بنتقابل. فعلا؟ بس ده حصل بعد كده. لا بعد كده بقى جوابات حصل. لا بعد كده حصل بقى في الجامعة بقى ما في أول تاني كده. أول مرة هربتي من المدرسة أول مرة كامل. لا أول مرة هربت من وراء أهلي علشان أخرج. تمام. قلت لهم أنا عندي خطوبة. كان بيني وبين واحدة صاحبتي ديل. هي تعدي من تحت البلكونة أرملها لبس جينز وتيشيرت واخرج انا بلبس الخطوبه سواري بقى وكعب وبتاع. ندخل اول حمام نغير نلبس التيشيرتات والجينز. في مره واحنا بنغير واحنا راجعين لقينا النادي اللي غيرنا فيه نادي ضباط الزمالك اتقفل لان عدت 12. لا ومامتها جايه تاخدنا. نعمل ايه؟ عملتوا ايه؟ كانت مصيبه سودا. ازاي اضطرينا ندخل محل من المحلات غيرنا جوه. طبعا ان عشان ندخل محل من محلات الزمالك كارثه. انت داخله بمنظر المفروض خارجه بمنظر تاني. مش قادره اقول لك حتى حكايتك شيقه. طيب اول مره خرجتي بماده او شلتي ماده كان امتى؟ عمري. طول عمرك شاطره جدا. شاطره جدا دراسيا شقيه جدا في الفصل. انما السنه الوحيده اللي ريحتي فيها اللي هي اللي عرفتي فيها ابن الجيران دي. هو طلع الاول وانتي في الاخر. مش اخر قوي عشان تعرفوا بس الحب بيعمل في الواحده ايه. اللي بعده اول مره تحسي بالفشل وانك مش هتقدري تنجحي كان امتى؟ بالفشل مش هقدر انجح لما طلقت. أول باب اتقفل في وش منى العراقي. باب شقتي. باب شقتك؟ ازاي؟ جيت أروح أنا ولادي عادي على شقتي لقيت الباب المفتاح ما بيدخلش. هو باع الشقة وغير الكالون وبقيت أنا وهما في الشارع. ده حقيقي؟ 100% حقيقي. ده أنت قصتك وحكايتك حكاية. كان احساسك ايه؟ تصدقي بالله كنت زي اليومين دول كده مش فاهمه. وكان داخل رمضان. وكان اغرب رمضان عدى عليا في حياتي. ما كنتش عارفه اروح فين. صدمتي. انا خدت الم في طلاقي ده لففني حوالين نفسي 3 سنين. نساني اتجاهاتي، يعني فين الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب. هو ايه اللي بيحصل؟ زي اليومين دول بالظبط. هو ايه اللي بيحصل؟ هو انا عملت ايه؟ على الاقل اليومين دول عرفت ان الحلقه هي السبب. لا ده طلاقي بقى ما كنتش عارفه ايه السبب اصلا. ولحد النهارده؟ لا طبعا فهمت. سبب معلن؟ طبعا. اللي هو؟ اكتشفت ان في واحده اتجوز عليكي؟ لا مش عليا بقى. هي بقى طلعت قالت له لازم تطلقها هي الاول. ده كانت شخصيتها قوية جدا. هي بتسمعنا دلوقتي. والله العظيم ده انتي قمر. ده مش هيلاقي زيك. أول مرة خلصت ودلوقتي صورة وتعليق. صورة وتعليق. نبدأ؟ نعم. جاهزة؟ جاهزة. أول صورة لميسة الحديدي. الاستثمار. يعني ايه؟ هي هدف فعلا؟ دسيم بينكو؟ دسيم ما يتنسيش. اللي بعده
يسري فودي أستاذي واللي علمني الشغلانة. اللي بعده يوسف الحسيني. ماله؟ على فكرة الفقرة دي اسمها صورة وتعليق. أيوة ده تعليق. ماله؟ خلاص هو يبقى يجاوب. اللي بعده باسم يوسف. ظاهرة. اللي بعده حسن راتب. بدون تعليق. اللي بعده رامز جلال. أنا بحب أصحابي. أنت ملكيش حل. اللي بعده سما المصري. ها؟ أنت مش المفروض تكوني كنتي ولا مخرجة ولا مذيعة، أنت لازم تمثلي. تصدقي بقى وأنا بعمل دعوة من هنا لكل المخرجين يكتشفوك أنك لازم تمثلي يا منى يا عراقي. اللي بعده ريهام سعيد. تدرس يعني؟ ريهام سعيد تدرس في ايه يعني؟ الطلبة بتوعي أنا بدرس لهم ريهام سعيد، زي ما حلقات منى عراقي بتدرس في جامعات خصوصا طلبة الماجستير والدكتوراه، أنا حلقاتي بتدرس، ريهام سعيد بتدرس. اللي بعده؟ اللي بعده تامر أمين. مش عارف ماله؟ مش عارف برضو؟ مش عارفة ماله؟ ماله؟ آه زي يوسف الحسين بالظبط. ماله؟ هو ويوسف الحسيني مالهم؟ أنا رايح فين؟ ما أنا راجع تاني، في إيه مالكم؟ والله. اللي بعده عمرو أديب. انترو. انترو؟ آه كاريزما. بق 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 يعني ايه بق دي؟ ما تعني حاجات كتير. بق يعني ممكن فشار، وبق انه بيكلم كتير. هو نفسه بيوصف نفسه بانه إيه؟ هو بق ده وصفه لنفسه. طب وصفي لي انت يعني ايه؟ والله انا بجد مش عارفة، صدقيني. يعني لما بيتكلم كده تحس ان انت مش عايزة تبصي لعليه ولا على راسه ولا على شعره اللي مش موجود نصه، تحس ان انت عايزة تبصي على بقه. بقه مترامي الاطراف كده ومليان. اه والله. انا ماليش دعوه يا جماعه، العهد على الراوي. اللي بعده توفيق عكاشة. حياتي يا ناس، بطه صفرة. وانا بحبه جدا. بطه صفرة والله، بيدوروا له على بديل مش لاقيين. ده حقيقي والله، اقسم لك بالله. وبيقلدوه كتير ومش عارفين. بيدوروا له على بديل، وانا اتسالت السؤال ده، ايه تعرفي مين ينفع بديل؟ مفيش. توفيق. قلت لهم ده نسخه واحده. مفيش. بطه صفرة نسخه واحده لا تتكرر. اللي بعده؟ اه تمام. اللي بعده محمد الغيطي. ما عرفوش. دي اجابه صح؟ لا انا اسمع عن محمد الغيطي طبعا كصحفي، لكن ما عرفوش اعلاميا. اللي بعده وائل غنيم. شخص هيفتكره التاريخ بايه؟ بما له وما عليه. حلقتنا خلصت. شوفي بقى، حصل لك حاجه؟ لا في اي جروح؟ ربنا يستر. في اي حاجه حصلت؟ والله ربنا يستر. في اي خسائر؟ بص انا هسافر بره البلد رمضان كله. ثلاث كوبايات ميه وكوبايه شاي. الشعور اللي دخلتي بيه زي الشعور اللي انت خارجه بيه؟ لا انا كنت متوقعه اللي هيحصل، بدعي ربنا انه يعني النتائج تكون معقوله، لان انا على فكره يعني انا ما بقدرش اكون غير قريبه جدا من اللي جوايا. انا النهارده حاولت اثبت لنفسي ان انا احكمت السيطره على رياكشناتي وردودي. بس في اسئله كتير ما جاوبتش عليها. مش بقولك اتربيت؟ منى العراقي شكرا وتشرفت بوجودك معايا. تسلمين يا رب. سادة المشاهدين، بكرة حلقة جديدة من شيخ الحارة.
تصبحوا على ألف خير.